مشاهدينا نحن رح نكفي الحلقة ورح نكفي مواضيعنا ورح نرجع نكفي بالموضوع اللي نحن الاجتماعي اللي طرحناه عليكم هيدي الجمعة اللي هو شو رأيكم بالإعلانات الإلكترونية على طرقات لبنان. ونحن أكيد بنقلكم إنه في سؤال الفيسبوك إذا بعد ما شاركتونا رأيكم نحن ناطرينكم على صفحة النور معنا A capital letter. فكريستين هيدي أحداث مقابلة العامة تبع البابا فرانسيس طبعا وهي الأجواء العامة هذا الجو العام عم يعكس على الجو الخاص عنا ببياضه للبابا طبعا بموضوعنا المهم جدا اللي أثار كمان شوية جدل الأسبوع الماضي خصوصا أنه موضوع الإعلانات هو دايما موضوع جدل بكافة الأوقات دايماً. مع كافة الوزارات والوزراء يعني وزراء الداخلية طبعا هذا موضوعنا رح تشاركوا الناس كتير بكثافة معنا ويحكون عن رأيهم بموضوع الإعلانات الإلكترونية وغيرها من الإعلانات وبعرف أنه كمان العاصفة كان لها تأثير إيجابي وسلبي على موضوع الإعلانات فبسرني وبشرفني أني رحب باستوديو تيلي لوميير ونورسات بالأستاذ طبعا جورج شهوان الغني عن التعريف صاحب شركة بلس بروبرتيز وجروب بلس أيضا وأيضا الناشط الرياضي والاجتماعي وغيره بكافة المجالات أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج وأنا كمان بسرني أن أكون ضيفك اليوم وضيف المحطة اللي نحن بنفتخر فيها واللي بنعتبرها أنه أساسية بمجتمعنا المسيحي خصوصا واللي عم تلعب دور كتير مهم على كافة المستويات شكرا لك طبعا موضوعنا اليوم هو إعلاني بشكل أساسي وخصوصا المرسوم الأخير اللي ظهر واللي كان على أثره في ظهر اجى على القد لانه ما بعرف كيف فاتعه مجلس الوزراء وطلع هيدا البروسيدور رح نحكيها معك وطبعا كمان على اثر هذا المرسوم كان في لقاء موسع في وزاره الداخليه بحضور محافظين كافه المحافظات في لبنان وايضا بنقابه اصحاب الاعلانات على راس حضرتك اللي كان لك كلمه ختاميه بهذا الموضوع ورايك طبعا باسم النقابه بدايه خبرنا عن هالمرسوم اللي هيك غط بالواقع لازم نرجع شوي لورا يعرفوا المشاهدين شوية تفاصيل عن هالموضوع نعم. اخر مرسوم او اول مرسوم بالأحرى طلع لتنظيم الاعلانات بلبنان طلع سنة 95 وقت اللي تمت ازالة جميع اللوحات العشوائية تحت عنوان انه ما في إلهم مرسوم وما في إلهم قانون مش منظمين صحيح أخذت الحكومة بوقتها قرار بإزالتهم وشالوا كل اللوحات بلبنان رجع صدر مرسوم جديد بال95 رقبه 8661 نعم ينظم هذا القطاع بوقتها المرسوم يلي صدر ما كان كتير مدروس وما كان ما أخذ وقته كتير بالدراسة نعم بس نحن كنا كشركات لوحات إعلانية مبسوطين ومسرورين إنه طلع مرسوم نظم المهنة بغض النظر عن تفاصيله هالمرسوم من ال 95 لل 2015 يعني عم تحكي على 20 سنة خلال 20 سنة التطبيق على الأرض ما كان صحيح لأنه المرسوم ببعض بنوده ما كان يطبق ونحن من 10 سنين لهلأ عم نطالب بتعديل المرسوم وكل ما إجا وزير للداخلية كنا نجتمع نحن وياه لأنه بتعرفي أنت وزارة الداخلية تقترح المرسوم بس المرسوم بده موافقة مجموعة من الوزارات الأخرى لأن وزارة الأشغال المعنية فيه وزارة الإعلام وزارة الثقافة بس وزارة الداخلية هي بتقترح المحور الأساسي نعم قلنا كل ما نوصل على وزير داخلية جديد نجتمع نحن وياه ويحاول ويبدي حسن نية وبده ينظم هالقطاع وهالقطاع عشوائي وتشويه البيئة وتشويه يعني مع العلم إنه هو قطاع منتج هو قطاع اقتصادي صح. هو قطاع بشغل آلاف العائلات ولكن نظرة الناس له بحسب كمان بعض وسائل الإعلام صارت تتشوه حاولنا مع مجموعة من الوزراء وآخر وزير قبل الوزير المشروع كان الوزير مروان شربلي كان على أساس بده يطلع معه يلي كمان كان حاطط راسه بهالمشروع وبده إنه يطلعوا كل شيء الوزير شربل ما قدر أصدر المرسوم لأسباب يعني ما بدنا نفوت بتفاصيلها مش هي موضوع بس فات بحملة قوية يعني فات بحملة وهو عطاها يعني صار عنده شوية شيء شخصي هو أساسا عنده شيء شخصي بالموضوع ما بعرف يعني أنا شو خلفيته بس إنه بده ينظم القطاع المهم ما قدر صدر المرسوم بالرغم من محاولات عديدة نعم وقت إجا الوزير المشنوق حط مجموعة ملفات بلش يشتغل عليها
ومن ضمن هالملفات ملف الإعلانات. صحيح. واجتمعوا معنا كنقابة أصحاب شركات اللوحات الإعلانية وأخذوا برأينا وأخذوا برأي غيرنا كمان من ناس مش منتسبين للنقابة، وعلى أساس إنه هالمرسوم رح يصدر ببنوده اللي كانت مطروحة. بجلسة مجلس الوزراء الذي أكرروا فيه المرسوم، بعض الوزراء اعترضوا على بعض البنود. نعم. الوزير المشنوق. أبرز هذه البنود اللي اعترضوا عليها. أبرز هذه البنود مثلا هل يجوز الإعلان على الجسور أو لا؟ كان الوزير المشنوق بالمرسوم الأساسي ونحن مع إنه موافقين ما لازم ينحط إعلانات على الجسور. البعد بين لوحة والتانية، بين يونيبول والتانية 500 متر أو 1000 متر. نعم. التراجعات يعني بعد الشيء التفصيلي البنود. هلا الوزير المشنوق أنا برأيي باللي عمله أخذ قرار إنه يطلع المرسوم، يعني كان بيقدر يكون مصر على رأيه بهالأشياء، ولكن تيمر الموضوع ومشي عطى، ما بدنا نسميها تنازلات، نحن بدنا نسميها إنه تعديلات. نعم. لبعض الوزراء، لأنه كل وزير تعرف اليوم لبنان حتى اللوحات الإعلانية العلاقة بالسياسة. صحيح. وكل شركة لوحات إلى طرف بيدعمها، وكل واحد مدعوم من حدا، وهذا صديق مع وزير، يعني صارت العملية مثل وضع لبنان، يعني كل لبنان. أنا برأيي اللي عمله الوزير المشنوق ذكي. نعم. إنه عدل طرد الكل وطلع مرسوم قد لا يكون هو الأمثل وقد لا يكون هو الأفضل، ولكن على الأقل طلع المرسوم وعدل الأشياء. نعم. هلأ هون في وجهتين نظر. وجهة نظر بتقول المرسوم الحالي سيزيد من الفوضى، أو إذا بدك مش رح يزيد من الفوضى، رح يزيد من عدد، سيزيد من عدد اللوحات الإعلانية بشكل أنه يبين كأنه في فوضى. نعم. وجهة نظر تانية بتقول صحيح أنه المرسوم عطى شوية تسهيلات بالأبعاد وبالجسور وهيك، ولكن إذا ما تم تطبيقه بحذافيره هالكمية اللوحات اللي ممكن تزيد سيقابلها تخفيض بعدد اللوحات الأخير إذا تم تنفيذ بنود المرسوم. نعم. يعني اليوم كمان فوت بكتير مواضيع تقنية يلي مشاهدين تلميار يمكن ما بهموها فيها كتير. هالقطاع اللوحات الإعلانية بكل بلدان العالم هو قطاع مهم. أكيد. الإعلان يعتمد عدة وسائل. أو التلفزيون أو الراديو أو الصحف أو الإنترنت أخيراً أو اللوحات الإعلانية. اللوحات الإعلانية عم تخضع لاهتمام كبير من قبل المعلنين. صحيح. لأنه أنت ماشي على الطريق ما فيك ما تشوفيها، بينما أنت إذا بالبيت مع احترامنا لكل التلفزيونات عندك 500 محطة بالبيت وفيك تحضر سي دي ودي في دي وكذا، يعني نسبة الاهتمام على التلفزيونات عم بتخف بعدد القنوات الكبيرة. نفس الشيء بالنسبة للجرائد، الناس بالعالم كله ما بقى عم يقروا مثل قبل. لوحات الإعلانية هي وسيلة إعلانية بتعطي نتيجة، ولكن شرط أن تكون منظمة. صحيح. ونحن كشركات لوحات إعلانية نحن بنسبنا التنظيم، يعني نحن بهالقطاع ضد الفوضى، ضد الفوضى. وتاني شيء في شيء اسمه العرض والطلب. نعم. اليوم نحن عم نعاني من مشكل، اولا الحاله الوضع الاقتصادي بلبنان مثل صحيح. ما حضرتك بتعرفي منه كثير منيح، كل ما بصير ازمه ولا انفجار ولا مشكل بمنطقه ما اي معلن عنده حمله بياجلها، بيقول هيك انا ليش بدي اعمل اعلانات اذا ما في ناس على الطرقات ولا فيها، واللوحات الاعلانيه كميتها محدود. يعني اذا عندك 1000 لوحه وما اجلتيهم اليوم بقيوا فاضيين بعد شهر فتحت صار في طلب على اللوحات اوتوماتيكلي ما فيك تبيعي 2000 فيك تبيعي 1000، مزبوط ولا لا؟ يعني هاي عم تخلي نحن حاجه للتنظيم. هلا الوزير المشنوق بالاجتماع يلي دعينا له اتفقنا نحن وياه قبل كل شيء انه ما يكون في فوضى بالتنفيذ، لانه على ايام الوزير شربل صارت طلع قرار يقول الدرك نفذه، نقعد شوي ما نلاقي غير هالمخافر بلش، وكل مخفر حتى البلديات على طريقه والبلدية، وصار في تضارب صلاحيات بين البلديات. صحيح. وبين المخافر، ولا رجعوا على وزارة الداخلية، وزير الداخلية عين مستشار له، يعني صار في مجموعة من الأمور. لا الأستاذ ريمون الله يوجه له الخير نحن بنحترمه كثير بطل بوزارة الداخلية. نعم.
ولكن صار في ضياع، والضياع أثر على الشركات، صرنا نخضع لمزاجية الناس اللي على الأرض. هالشي اليوم تمنينا نحن على الوزير مشنوع أن نتفادى من خلال وضع آلية للتنفيذ، وعين العميد الياس الخوري كمسؤول عن اللجنة للتواصل مع الشركات ومع البلديات ومع المحافظين لآلية التنفيذ. مشان هيك كان هالقد الاجتماع موسع، لانه بالعاده المحافظين ما لهم دور بتراخيص الاعلانات، يعني رؤساء البلديه اللي عندهم محافظ بيروت مثل ما بتعرفي هو يتعاطى مباشره لما لهم من سلطه تنفيذيه ببلديه بيروت. بس المحافظين الباقيين هن عندهم سلطه الوصايه على البلديات وسلطه رقابه الشرافة. طبعا يعني ما بدنا نفوت هلا بجدل صحيح. رئيس بلديه بلبنان منتخب وعنده صلاحيات صح. مطلقه وما بيقدر حدا يعني يأثر عليه، ولكن لأمور تنظيمية وإذا في مرسوم يجب تطبيقه المحافظ بيطلع عنده صحيح. نحن رح نستمر بموضوعنا، وإنما طبعا صادرة عند أراء الناس اللي مشاركة بكثافة والعانة على فيسبوك بهذا الموضوع، رح تخبرنا شوي شو أراء الناس وشو رأيهم حتى كمان بالمرسوم الجديد وغيره. صادرة، نحن سألنا الأشخاص على الفيسبوك شو رأيكم بالإعلانات الإلكترونية على الطرقات، فمن بعض الأراء اللي اجتنا، في سيلين يعقوب بتقول إنه كل شيء دعايات مزعجين وإنه هي ما بتحبهم. في سرانا كفوري قالت لازم كل اللوحات للإعلانات يصيروا إلكترونيك، الأحسن للمنظر العام وأرتب، وبدل ما يكون في عدد كتير كبير من اللوحات الورقية والبلاستيك على الطرقات بينحطوا كلهم على بورد إلكترونيك وبيمرقوا كلهم ورا بعضهم، بيضال كمان أفضل لشي سمته تلوث نظري على الطرقات. في موني حلو قال إنه هلأ هن كتير مزعجين بالليل، بس الشي الوحيد اللي منيح فيهم إنهم بيضووا الطريق بدل عن الكهرباء اللي بتضلها مقطوعة على الأوتوسترادات. وفي موني شرب الياس قال انه هو مع الاعلانات على الطرقات بس بشكل منظم وقانوني مرخص، لانه بنظره اللوحات الاعلاميه اللي مبعثره على الطرقات فوق المباني وبين الاوتوسترادات وعلى الاعمده وفوق السور في منها غير مرخص، والمشكله الاكبر انه بعضها بيحط فيه ارقام تليفونات، فالمستهلك بيحاول يوقف هو او هو عم بيسوق ليقراها فبيسبب حوادث. في شربي لياس بيقلنا هو مع الإعلانات على الطرقات لأنه هي من أقوى التأثيرات الثقافية في الوقت الحاضر والتجارية اللي اجتاحت معظم دول العالم من ضمنها لبنان. طبعاً بعض من الآراء العالم أكيد نرجع نتابع معك ساندرا، أكيد في منهم مثل ما قلنا معه وفي منهم ضد. أكيد شو رأيك؟ وأنا بأيد كل اللي بيقولوه ما عدا السيدة اللي قالت أنه يجب نزعهم يعني كلهم سوا. نعم نحن مواطنين مثلنا مثل غيرنا. نعم ونحن بنمرق على الطرقات وبنعيش بلبنان مثلنا مثل غيرنا. نحن مع، وانا شخصيا مع التنظيم الحضاري، معهم حق بكل اللي عم بيقولوه. اللوحات الاعلانيه وسيله اعلانيه راقيه نعم منتشره في كل بلدان العالم، اكيد ما في بلد بالعالم مش منتشره فيه، موجوده بكثافه ببعض المناطق، يعني اذا بتروحي على نيويورك ولا على طوكيو ولا حتى على ميلانو ولا بنيات. بتشوفي بنيات ولكن هنيك ببعض المطارح تخضع لقوانين، يعني في مناطق بأمها وأبوها ما فيها لوحات، مناطق تانية مسموحة قد ما بدك حسب حركة السير حسب المناطق. يعني نحن اليوم بلبنان مشكلتنا انه بلدنا صغير والناس بتنتقل على الطرقات يعني يوميا وفي عشق سير كبير، مش هيك بحسوا باللوحات الإعلانية كبيرة. ما في شك ببعض المطارح اللوحات كثيرة وفي مطارح منظمة وفي مطارح. نحن أستاذ جورج رح ننتقل شوي نسمع كلمة البابا من الفاتيكان وبنرجع لحديثنا سوا. È una splendida immagine. Un'immagine della felicità che si realizza nel ricongiungimento tra i genitori e figli che camminano insieme verso un futuro di libertà e di pace, dopo un lungo tempo di privazioni e di separazioni, come è stata quella, quel tempo, quella storia che erano lontani dalla patria. In effetti, c'è uno stretto legame fra la speranza di un popolo e l'armonia fra le generazioni. Ma questo dobbiamo pensarlo bene, c'è un legame stretto fra
la speranza di un popolo e l'armonia fra le generazioni. La gioia dei figli fa palpitare i cuori dei genitori e riapre il futuro. I figli sono la gioia della famiglia e della società. Non sono un problema di biologia riproduttiva, né uno dei tanti modi di realizzarsi. E tantomeno sono un possesso dei genitori. No, no. I figli sono un dono, sono un regalo. Capito? I figli sono un dono. Ciascuno è unico, ciascuno è irrepetibile e al tempo stesso inconfondibilmente legato alle sue radici. Essere figlio e figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa portare in sé la memoria e la speranza di un amore che ha realizzato se stesso proprio accendendo la vita di un altro essere umano originale e nuovo. E per i genitori ogni figlio è se stesso, è differente, è diverso. Permettimi un ricordo di famiglia. Io ricordo che mia mamma diceva di noi, eravamo cinque, dice: ma io ho cinque figli, ma quale è il tuo preferito? Ma io ho cinque figli come cinque dita. Se mi picchiano questo mi fa male, se mi picchiano questo mi fa male. Mi fa male tutti e cinque. طبعا كنا مع كلمة البابا مقتطف منا من الفاتيكان من روما بالأخبار اللي حيتم أكيد تسليط الأضواء أكثر على هذا الموضوع وترجمة الحديث اللي صدر عن البابا. نرجع لك سي جورج شهوان رئيس شركة جروب بلس وبلس بروبرتيز طبعا بموضوع الإعلانات والمرسوم اللي صدر مؤخرا. طبعا الموضوع الأساسي اللي لازم نحكيه هلا عن آلية التنفيذ، يعني إلى أي مدى في إمكانية في تنفيذ هذا المرسوم، هذا واحد. واثنين، حتى إعلانات الشركات الخاصة، يعني بنشوف أي مؤسسة تجارية وهذه بالميمي وهذه شغلة مهمة. نعم، المرسوم الجديد نظم، هون أنا بدي أقول كمان لكل اللي عم بيشوفوا لوحات على الطريق واللي حطوا على الفيسبوك وعم يعترضوا إنه على كثافة اللوحات، نعم، لازم يعرفوا إنه قسم كبير من اللوحات اللي بيشوفوها مش للشركات، مش لوحات تجارية نحن بنستعملها تنأجرها للناس. أصحاب المحلات وأصحاب الشركات وأصحاب الجاليري والمطاعم بحطوا كمان اليوم إذا بتطلعي على أوتوستراد جوني مثلا أو على أوتوستراد شويفات، صحيح، كل صاحب محل ولا جاليري ولا بيتزيريا صاروا عم بحط بانولا له، وعم بحط لوحة كبيرة، وعم بحط ليد، وعم بحط لوحة مضاءة ويونيبول، وهن كمان يعني عم بيساعدوا بالفوضى البصرية. النظري المرسوم الجديد، وهون أنا بدي أشوف قديش الوزير المشنوء رح يقدر ينفذ مع احترامنا الكامل لإله. قديش؟ لأنه المرسوم الجديد حدد إنه لوحات المؤسسات الخاصة حد أقصى 8 أمتار مربع، يعني 3 بمترين ونص أو هيك تقريبا، وعلى الطرقات العامة وبرات الطرقات العامة 3 متر مربعين. اليوم هل سيقوم مثل ما صار أيام الوزير شربل؟ وزير شربل نزل تمرجل علينا وأصلنا اللوحات وما خلى شركة عند لوحات، صحيح، وبعض الأحيان يعني أخذ مواقف خاصة من بعض الشركات أكثر من غيرها. واللوحات تبع المحلات والشركات ما قدر يقرب لها، يعني كان عم يتمرجل على ناس وعلى ناس تانية مش عم يقدر يعمل شيء. سؤال موجه اليوم للوزير المشنوء والمعنيين بالوزارة، هيطبق المرسوم على الشركات التي تتعاطى التسويق ولا كمان على المؤسسات الخاصة؟ لأنه إذا بده يصير في سيف وشتي على سقف واحد، يعني هذه شغلة مش مقبولة. نحن بنتمنى عليه، ونحن كشركات تحت القانون، ونحن عم نقول كلنا المرسوم مش كلنا مقتنعين فيه بكل تفاصيله، في أمور أنا بتناسبني ما بتناسب غيري والعكس صحيح، ولكن الأساس أول شيء اللوحات الخاصة إذا خفت هي بتخفف تلوث بصري على بشر، نعم، بصري على الأوتوستراد، هاي بدنا نشوف إذا حيصير يقدروا يشتغلوا عليها. ثاني شيء بالنسبة للشركات، المرسوم مثل ما طلع ما في ولا شركة حتتضرر بشكل أساسي،
قبل بالمرسوم اللي كان مطروح في شركات يمكن كانت حتخسر كثير لوحات. اليوم ما حيصير في ضرر كبير، كل شركة رح تنزل كميتها شوي، ولكن انخفاض عدد اللوحات علينا كلنا بيؤدي الى تحسن بالبيع. صحيح. لازم صحيح. يعني صحيح. اذا اليوم بدنا نبيع 200 لوحه الطلب بيزيد العرض، بس كمان هون بدنا نتمنى وبدنا نشوف قديش حيكون في ايد واجر ببعض البلديات. طيب استاذ جورج، اليوم شو هو واقع الاعلانات؟ يعني الناس، في ناس ضربتكم بحجر كبير وشركات الاعلانات وكذا، وحتى البلديات صار بتعلي رسومها اليوم في شيء اسمه عرض والطلب. عم ينصرف بلبنان 40 مليون دولار على اللوحات الإعلانية. ال 40 مليون دولار بالزمانات كانوا يتقسموا على 7-8000 لوحة من قياس 4x3، ويتقسموا على شي 1000 وجه يونيبول، وشي 100 أو 150 حيط أو روف توب. 40 مليون بعدهم زيتهم إذا ما نزلوا، لأنه وقت عم تصير في أزمة اليوم المصارف وشركات السيارات وكلهم يعني بيخففوا، الشركات العقاريه بيخففوا مصروف. كميه اللوحات انضربت باثنين. نعم. يعني 8000 لوحه 4x3 صاروا 14000. صار في اليوم عندك 300 لد بلبنان، كل واحد صار بيقول انا بروح بشتري لد يعني اعلان مضاءه وبيركبوا على الطريق انه انا هذا بده يجيب لي مثل قد ايه بالشهر. كان اللد تتاجر ب 5000 دولار بالشهر، هلا ما راح اقول لك الارقام اللي نزل لها لانه كارثه. صحيح. بالمقابل اصحاب الاراضي الخاصه بيفتكروا انه هيدي مهنه عم يكون فيها مصاري والمنافسه، عم بيعلوا اسعارهم. البلديات كمان عندهم انطباع انه اصحاب شركات اللوحات كمان. في الواقع نسبه الربح عند شركات اللوحات الاعلانيه كافه وخصوصا الشركات اللي عندها ستراكشر، عندها موظفين بالضمان. احنا شركه مثلا عندنا 120 موظف، صحيح، في كسو عنده 150 موظف، يعني في شركات عندها مصاريف، عندها كهربجية، عندها اللي بيلزقوا، عندها عمال، عندها اللي بيبيعوا. المدخول ما بقى عم بيكون مثل المصروف، وهون نحن دقينا نقص الخطر عند كل الوزراء. يجب تنظيم القطاع، ويجب كمان إذا بدك البحث بالرسوم البلدية، يعني هذا موضوع تاني مش مع كمان وزير الداخلية، لأنه كمان كل بلدية ما عم بيخمنوا حسب حسب شو بيلاقوا مناسب كذا، عندهم انطباع الكل إنه هالمهنة مزرب ذهب. صحيح. بالزمانات كانت مزرب ذهب وكانت مهنة أكثر مزرب. اليوم كان في 10 شركات كريستين، نعم، اليوم في 90 شركة تتعاطى لوحات إعلانية. لا تأخذيني بالكلمة، كلمة 3-4 بيعرفوا رئيس بلدية ولا بيعرفوا حدا أو عندهم شيء عم يروحوا بيقولوا طلع من شركة إعلان. بس هلا بلشوا كلهم يحسوا بالسخن، وبالوضع الاقتصادي كمان السوق مش عم يكبر. نعم. كل عم يبلشوا يتعبوا. نعم. حتى عم يبلش يصير في جوينت فنتشرز بين الشركات. صحيح. بشكل انه يخففوا خسائر ويخففوا مصاريف. احد الاشخاص اللي كانوا كاتبين على فيسبوك انه اعلان على الحيط، اعلان فوق السقف، اعلان، يعني هودي شو بتسميهم؟ يعني خصوصا انه بيروت رفضت انه يكون في اعلانات روف توب او هو اذا بدك العجقه. العجقه هيدي اللي العجقه اكثر شيء بمنطقه من الكارنتينا لدبي او لجوني. هي الاوتوستراد. الاوتوستراد ليه؟ لانه المعلن بده الحركه، يعني وين في كثافه سكانيه وين في حركه سير. هالمنطقه اللي عليها اكثر شيء عجقه. بس اذا بينظموا اللوحات الخاصه اللي مركبه، يعني اذا في على اوتوستراد جوني من الكارنتينا لجوني تنقول في 500 اعلام على العميانه من دون ما انا انزل عندهم، في 250 ل جاليري ولا فرن ولا محل سبور ولا كذا، كلهم هن اللي عاملين العجقه. يعني هو دي الحل الانسب بالمرسوم، تنفيذ البند المتعلق باللوحات الخاصه. صحيح. وتنفيذ الابعاد بين اللوحات للشركات. انا برايي اذا صار بشكل صحيح راح يلاحظوا المواطنين انه تركلج الوضع، انه المنظر صار احلى. صندرة ولعاني بعد عندك على فيسبوك، خبرينا. كثير اشخاص بعد عم بيعطوا رايهم. في بعد في عنا بول خوري بيقول قال ليش ما بيوطوا الضوء تبعهم شوي بالليل؟ قال خصوص بمنطقه يسوع الملك حد الجامعه لانه الضوء كثير بيبهري وبيفونس. بالمرسوم الجديد تنجيبك نقطه بالمرسوم الجديد نعم بيقول على، لانه قبل ما كان في لوحات بالمرسوم القديم ما كان في لوحات مضاءه. بالمرسوم الجديد ينظم هذا الموضوع وبيحدد نسبه الاضاءه اللي بدها تكون على كل لوحه. حلو. وبيحدد حتى انه ممنوع الاعلانات التلفزيونيه على الشاشات. يعني فيك تحطي انيميشن بس ما فيك تحطي اعلان تلفزيوني. صحيح. يمنع تحويل هذه الشاشات الى تلفزيونات.
ويحدد نسبة الإضاءة بالمرسوم الجديد. هلا في شغلة كمان لاحظناها قبل ما كفي أنا عن المشاهدين، في كمان على طلعت يسوع الملك بتلاقي إعلانات كمان إلكترونية، بس للأسف صار لها فترة فيها بكتبولك عليها أرر، ما في عليها اعلانات هيك مثل بيجي ويندوز غير عليها هالادم اللي عم يحكي عليها انا، بس شو المشكله انه ضوى كثير قوي تبع فيها مشكله، طب يطفوها مضويه هون عندك المشكله صار انه كل واحد صار بده يركب هو لوحات اعلانيه، اللوحات الاعلانيه المضاءه بدها كمان صيانه وبدها فريق عمل على طول موجود وكهربجيه واي تي، يعني هذا المشكله اللي لازم مش كل واحد هيك، بس هلا بالمرسوم الجديد الموضوع لازم يتنظر. لأنه لاحظنا أكثر من شخص رجع حكى عنه للضوء، لأنه في كمان سيلين أبيكيان قالت أنه هن ضوهم أقوى من ضوء الطرقات، قال هي عايشة بعوكر وفيها تشوف اللوحات الإلكترونية بالزلقة، هل لازم يشيلوا هدول كمان، حتى هي ذكرت هذا الموضوع حتى أنه في فجأة بيطلع لك هيك ويندو على اللوحة أنه شيء بوب أب أو شيء بتطلع مثل ويندو صغير بتطلع مع الإعلان، قال هيدي كمان لازم تنحل لأنه مش حلوة أبدا ومنا بروفيشنال. في فيزي فؤاد زيادة قال الأول شيء هن كتير بيضووا كتير برايت وعلى الطرقات وبيضايقوا وقتا يطلعوا بوجهه، قال تاني شيء في عالم قاعدة بلا كهرباء بلا موتور، وفي عالم هما تعمل دعايات بدها مصروف كهرباء، وقال هن بهدول الاعلانات بيشتتوا اللي عم بيسوق، فهذا الشيء بيخلي الى ارتفاع نسبة الحوادث، بس الحكي قال ما بيفيد، المهم يصير في حل ويتنفذ، ولازم يخففوا شوي من الاضاءة تبعهم لانه كثير قوي. هالشيء صدر بالمرسوم، والقوى الامنية والبلديات والشركات رح يبلشوا يلتزموا فيه، وبلشنا نخفف الإضاءة اللومينوزيتي تبع اللوحة. في موضوع تاني نحكى ملفت للنظر قاله فيزي زيادة، قال ليش ما بيستعملوا الطاقة المتجددة للإعلانات الإلكترونية مش كهرباء، طاقة شمسية طاقة شمسية شي ملفت في بعض المطارح، في شركات عم يستعملوا، نحن ببعض المطارح مركبين طاقة شمسية للوحات مش ما بتمشي للوحات الإلكترونية، بتمشي للوحات العادية، لأنه اللوحات الإلكترونية بدها قوة معينة صح، وبدها يكون في استابيليتي بالكهرباء، يعني بالكرة الإلكتريك لازم يكون في ليفل معين، إذا بتلعب الكهرباء أو شيء بتخف تنتزع اللوحة. صحيح أوكي، فهون هن تقريبا اغلب اللي حكوا عن هذا الموضوع، يعني فينا نقول لهم للمشاهدين انه صار في حل لقصه الضوء القوي ورح تنحل باسرع وقت ممكن ان شاء الله على اساس التنفيذ اللي كنا عم نحكي فيه. على اساس هذا موضوع منه صعب، يعني عمليه انه صاحب اللوحه الاعلانيه المضاءه يخفف لها اضاءتها، يعني ما حدا بيقول لا، عرفتي يعني هيدي بتمشي منها مشكله، المهم التنفيذ بالشركات الخاصة، هذا اللي كان عم نحكي فيه الشركات الخاصة، إذا اليوم الشركات الخاصة تنفذ صدقوني نص المشكل بينحل. نعم، طب إذا ما نحكي عن الوضع الاقتصادي بشكل عام، يعني حكينا عن وضع الشركات الإعلانية اللي شوي نازل نتيجة الأسباب اللي ذكرتها، الوضع الاقتصادي بشكل عام اليوم قطاع الإعلانات نعم هو جزء لا يتجزأ من القطاع الاقتصادي الكامل. نعم. اليوم نحن كلنا بنعرف انه لبنان يمر بأزمة. نعم. مع العلم انه اذا بدنا نفوت شوي بالسياسي وبالامن وبالعسكر الوضع مستتب نسبيا. نعم. انت ما عندك حرب، ما عندك معارك، وما عندك يعني اللي كانوا خايفين منه كل الناس. نعم. ولكن هالامور اللي عم بتصير على الحدود وكذا كله عم يخلي الوضع بلبنان متشنج. منع الخليجيين من السفر الى لبنان، منع الامريكان، ومن وقت للتاني بيصير شغله واشاعات واخبار والوسائل الاعلاميه بتلعب دور مهم بهالموضوع، هذا كله مأثر على الاقتصاد. الوضع الاقتصادي بلبنان مش باحسن حالاته. قطاع العقاري نحن استاذ جورج رح نشوف كمان باسم اللورد، يعني قبل ما نتابع موضوع شيك خلينا نشوف شو عنا مع صادرة. مزبوط كريستين، بما انه اليوم هو ب 11 شباط هو اليوم العالمي للمريض، فبلورد في القداس وهو قداس عالمي عم بيترأسه المونسنيور بي الخامس هذا القداس بلورد، وكمان فينا نقلكم انه بالتزامن مع يوم المريض العالمي هو
اليوم ذكرى ظهورات سيدة لورد على القديسة برنادات. فهلأ عم نشوف مشاهد مباشرة من لورد عن القداس، مثل ما عم نشوف سوا أعداد كبيرة من الحضور من المؤمنين عم بيشوفوا وعم بيتابعوا هيدا القداس. أكيد في موجودين أشخاص بحاجة لكلمة تعزية لغذاء روحي من الإنجيل المقدس ليقدروا يكفوا مسيرة الألام. ونحن منقلكن أنه دايما الألم عنا بالمسيحية وبالكنيسة هو شيء ليخلي الروح أيضا تتلاقى أكثر مع ربها. هيدا شيء نعمة دايما نحن منستغله لنكون أكيد قريبين من الرب، موجودين حده، وأكيد هو هيدا الشيء بيرفعنا وبيخلينا دايما قراب منه. مثل ما عم نشوف هلأ سوا مشاهدينا، هول هن المشاهد من لورد بقداس اليوم العالمي للمريض وذكرى ظهورات سيدة لورد على برنادات. يوم البركة مزدوجة، وأكيد البركة مع حضرتك وجودك معنا كمان عم بتزيد، والحديث عم بيكون مشوق أكتر لأنه موضوع الإعلانات هو موضوع جدلي بكافة كل البلد، كل لبنان اليوم موضوع جدلي وقفت على الإعلانات. يعني الإعلانات هي قطاع من القطاعات الاقتصادية الفاعلة. هلأ الناس بيشوفوها وبينتبهوا لها وبينتقدوها، بينما مثلا اللحم الفاسد ولا كذا كانوا الناس ما بيشوفوها بشكل مباشر إلا ما يضبوا عليها وسائل الإعلام. صحيح، مخبأ. أنا بدي أقوله نحن اليوم لبنان عم بمر بمرحلة صعبة. ما في رئيس جمهورية وفي خوف على لبنان مستمر أن تؤثر الأزمة السورية وأزمة المنطقة على لبنان. لحديت هلأ نحن قدرنا، نحن يعني بنحكي كدولة كلبنانيين وكلهم بإرادتنا وبمساعدة خارجية أن نكون شوي بمنأة مباشر عن الأزمة السورية. صحيح. هالشي ممكن يؤدي إلى تحسن الوضع إذا صار في اتفاق دولي، إذا صار في انتخاب رئيس جمهورية فورا سيتأثر الوضع الاقتصادي وستتحرك العجلة الاقتصادية. صحيح. من جديد. أما إذا بقى الوضع مثل ما هو حكما في بعض القطاعات بدها توقف، يعني اليوم الفنادق عم بتعاني من مشاكل كبيرة، المطاعم ببعض المناطق عم بتسكر وعم بتفلس. الصناعة بلبنان مش كتير شغالة، ما فيك كتير تبعتي عبر سوريا يعني للأشياء. قطاع الإعلانات يلي هو إذا مرتبط بكل هالأشياء كله. صحيح. مرتبط ببعضه. نحن اليوم بدنا نوجه نداء، أنا بقولها بالشق الشخصي، نحن منآمن بهالبلد، عم ضل نستثمر بالبلد، عم ضل نشتغل بالبلد، ولكن اللي عم بصير حوالينا من هجرة شباب ومن هجرة مش بس شباب، شباب وأدمغة عم بيفلوا لبرا، بيأثر سلبا طبيعي. هالشي عم بيأثر سلبا بس له مردوده الإيجابي بطريقة غير مباشرة. لولا تحويلات المغتربين اللبنانيين اليوم إلى البلد الأم كان لبنان أنا برأيي فلس من زمان. المصارف الودائع يلي فيها قسم كبير منها من المغتربين. صحيح. إذا بتطلع بسوق السيارات اللي عم يشتروا سيارات مغتربين، بسوق العكارات، نحن بتعرفي بسوق العكارات المغترب عم بيشكل الرافعة الأساسية للوضع الاقتصادي بلبنان. أنا بدي استغل وجودي بتلي لوميار. نعم. أنا بعرف قديش نسبة المشاهدة برا. توجه تحية للمغترب اللبناني يلي بعده عم يؤمن ببلده وبعده عم يلاقي أي فرصة تيجي. نعم. بدنا نقول لهم خليكم على تواصلكم مع بلدكم. نعم. خليكم على تحويلاتكم لأهلكم، لأنه هذا اللي عم بيكون الرافعة الأساسية على أمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي والإعلاني. طبعا هي بجربة بالتالي ويرجع لبنان يعني عنده نوع من الأوتونومية إيكونوميك، ويرجع فيه إذا بدك يعني كيف ذات اقتصادي وانتاجية على كل المستوى. أنا من ضمن صوتنا لصوتك أستاذ جورج، كونك يعني مستثمر كبير في لبنان وحتى في دول المنطقة، وأنا بدي أشكرك على حضورك اليوم. ختاما بتحب توجه كلمة أخيرة؟ نحن أنا اللي بدي أشكرك على استضافتك لإلي. المرسوم الإعلانات اللي صدر، نحن بنرجع منأكد كشركات لوحات إعلانية عندنا بعض الملاحظات عليه، ولكن المهم أنه صدر. نعم. المهم التطبيق. صحيح. انه يكون عادل بكل المناطق وعلى كل الناس، وانه الشركات تلتزم لانه مصلحتنا بالتنظيم، ونحن بهمنا كمان نظرة الناس يجوا يبلشوا يقولوا لا والله هالقطاع منظم وحلو وعم يعطي جمالية للبلد مش عم بشوه البلد.
شكرا لك استاذ جورج شهوان. ان شاء الله دائما عندك ايمان كبير بهذا البلد ويكون اشخاص كتار مثلك حقيقه عنده هالايمان الكبير. ونحن على امل انه انتخابات رئاسه الجمهوريه ومجلس نيابه جديد بتعطينا رئاسه يمكن يجينا رئيس لحتى ان شاء الله نرتاح. الوضع متأزم يعني بدنا حل جذري يعني صحيح. نكون رئاسه الجمهوريه صحيح يدق من هذا الحل. شكرا لك استاذ جورج شهوان.